صور كلشي من الله عز وجل غيرات ياسين وصلوا سي مزيان لا طبيب لا سبيطار لا دوله ولا صافي ولا عمري ولا عمري 88 سنه استغفر الله المؤمنين الحقيقيين اللي ربي كيستجب الدعاء ومجرد ما يقرا القران تلقى واحد الراحه وقع واحد العمل غير انساني غير لائق إزاء الحاج الفغلومي هذا المواطن المغربي المسن الوقور المحترم تعاملت معاه بعض عناصر الشرطة بواحد الطريقة اللي هما براسهم ندموا عليها واعتذروا وحنا يعني كسفارة كقنصلية طبعا لازم كنا نتخذ موقف إزاء هذا التعامل و يعني علمنا بارتياح كبير أن السيد عمدة أمستردام وسلطات الشرطة بأمستردام ورئيسة مقاطعة شمال أمستردام كلهم قدموا الاعتذار لهذا المواطن المغربي العائلة دياله ووعدوا باتخاذ إجراءات طبعا في إطار القانون وهذا الشيء نرحب به وكما قلت في الرسالة اللي نشرتها على فيسبوك السفارة أن يجب تحديد المسؤوليات في هذا الأمر ويجب اتخاذ طبعا إجراءات قانونية في يعني بخصوص نتائج هذا التحقيق اللي غيتم وطبعا هذا الشيء يعني السفارة كتعامل بهذا الأمر بجدية ويعني بمسؤولية ونتمنى وذلك طبعا في اتصال مع السلطات هذه البلاد السلطات المختصة في يعني دبلوماسية هادئة باش يعني هذا الأمر ما غي تعاودش وباش وهذا هو الأساس كرامة المواطنين المغاربة في هذا البلاد وفي أي بلد ثاني هذه الكرامة خص تكون يعني محمية خص تكون دائما في الحسبان في أي تعامل مع أي مواطن مغربي. نتمنى أن في هذا التواصل اللي تم بين عائلة يعني الحاج الفغلومي والسلطات يعني بمختلف أنواعها غي أسس الواحد علاقات ثقة بين هذه السلطات وجميع المواطنين المغاربة اللي عايشين في هذه البلاد وطبعا الحقوق المشروعة للمواطنين المغاربة وكذلك طبعا الواجبات دائما ستكون يعني في البال ودائما تكون محطة يعني مطالبة لأنك يسمح بها القانون في هذا إن شاء الله أنا سأزور عائلة الشيخ الفغلومي باش نطمن عليه باش نقدم له يعني طبعا التضامن ديالنا جميعا يعني كمغاربه وغير مغاربه ان حتى الهولنديين قالوا لي بان هذا الشيء يعني غير معقول وغير مقبول قانونيا في هذه البلاد الكرامه اي واحد عايش فوق الارض أرض هولندا كرامة يعني محفوظة محمية طبعاً. يجب أن يتم معالجة هذا الأمر مثل هذه الأمور بواحد الرزانة بواحد روح المسؤولية باش نوصلوا للنتائج المرجوة وباش هاد يعني من هاد الأحداث نستخلص العبر والدروس باش ما توقع حتى لشي مواطن مغربي في أي مكان كان وشكرا جزيلا لأميغو 24. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في دارنا، دار الحاج عبد السلام الفغلومي، الأب الطيب اللي وقعت له حادثة للأسف ما مرتش مزيانة في حياته وحياة الأسرة دياله.
الحمد لله الحمد لله الاعتبار ديال الاسره ديالي وديال الوالد ديالي ترد وبطريقه جميله بزاف ما كناش متوقعينها. يعني جا لعنا اليوم في الصباح عمده مدينه امستردام وقدم اعتذار رسمي على هادشي اللي صدر في حق الوالد ديالي مسكين، وفرحنا بزاف بالزياره. فرحتنا الكبيره كبيره بزاف هي اللي شرفنا سعاده السفير وسعاده قنصل العام، شرفونا لبيتنا المتواضع وفرحنا معاهم، حسينا براسنا عائله مغربيه متحابه متضامنه مع بعضها البعض. وان شاء الله يكون الحديث ديال الوالد ديالي بدايه خير ان شاء الله للجاليه المغربيه اللي عايشه هنا في اوروبا وبالخصوص في هولندا. نتمنى ان هذا الحديث الحمد لله كان قضاء وقدر، ولكن ان شاء الله ان شاء الله احنا 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 فرحنا بزاف بزياره سعاده السفير اللي جاء وخفف علينا من 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 الاحزان والحزن اللي كنا عايشينه. الحمد لله فرحنا بزاف، والله ينصر سيدنا، والله الله يخلينا مغاربه مخاويين مع بعضنا دائما، وهكذا كيكونوا المغاربه متضامنين متحابين مع بعضيتهم. والله يخلينا هيدا، والله يبعد الشر على البلد الامن المغرب ديالنا. احنا من الاول وكلنا محامي في هذه القضيه، وباقي عندنا الدعوه في يد المحامي هو اللي غادي ياخذ الاجراءات اللازمه في هذه القضيه ان شاء الله. الحاله النفسيه ديال الوالد الحمد لله النهار اللي وقع له هذاك الحادث الاليم كان طبعا في حاله غير جيده، ولكن الحمد لله بفضل الاهتمام والزيارات اللي قاموا بها السلطات الهولندية والحمد لله وإخواننا المغاربة، الحمد لله فهو الآن في تحسن وراضي راضي راضي الحمد لله، وحمد الله حمد الله على مصاب الله سبحانه وتعالى.